السلام عليكم اعزائي الاصدقاء، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. نلقاكم اليوم وفيديو جديد. الفيديو اليوم راح نشرح به طريقه اضافه في بي ان البرنامج الكروم، يعني اضافه اكستنشن للكروم. طبعا نضغط هنا، نروح على المور اكستنشن او المور تولز، وننزل على الاكستنشن، اعتقد باللغه العربيه اضافات اكستنشن. نضغط عليها راح يفتح لنا صفحه بال اضافات الموجوده بداخل كروم اللي حاليا موجوده. فمثل ما تشوفون هذه الاضافات الموجوده، احنا ما يهمنا هذه، ننزل بالاسفل جيت مور اكستنشن، يعني حولنا نريد اضافات اضافيه، نريد ننزل اضافات اضافيه. لح يفتح لنا يفتح لنا صفحه بها مجموعه من الاضافات والثيمات والشغلات اللي ممكن نضيفها للكروم. احنا اللي يهمنا في بي ان، فراح نصعد فوق بالسيرش نكتب في بي ان ونختار اكستنشن، الخيار هذا بالازرق. طلعت لنا هذه البرامج، طبعا هذه برامج مجانيه عندي، هذا انا منزله الهوت سبوت شيلد، وعندنا هذين البرنامج وهذا البرنامج. راح ننزل واحد من ذني البرامج، حنزل اعتقد البرنامج اللي بالاسفل اللي هو التوتش فري 42000 تحميل. فخلينا ننزل هذا البرنامج، اوكي، بس نقول له اد اكستنشن وننتظر يحمل الفايل الخاص بالإضافة. اوكي كنسل. طبعا الفروقات بين البرامج انه بعضها تعطيك دول معينة وبعضها ما تعطيك. فمثلا الهوت سبوت يغير، طبعا عندي مشكلة اعتقد يطلب اسمه، اعتقد عندي الهوت سبوت لازم اوقفه، لازم افعل، لازم ارجع للنافذه قبل شويه واشيل الانيبل من عنده حتى يصير ديسيبل، حتى يصير غير فعال، حتى اقدر اضيف اضافه في بي ان جديده. عاده تفعل اضافه واحده من نفس النوع، يعني اذا عندك اضافه في بي ان فعل واحده فقط. هسه ننتظر يحمل. ليش دا اجرب برنامج ثاني؟ كل برنامج يعطيك دول معينة، فأنت مثلا تريد دولة معينة ما راح تلقاها، ممكن تنزل برنامج ثاني، بس لازم توقف واحد وتشغل واحد حتى لا يصير تعارض بيناتهم ويسوي عندك مشكلة واحتمال يصير عندك كراش بالبرنامج مال جوجل كروم. طبعا ننتظر شوية لحد ما يكمل التحميل، يعتمد على سرعة الانترنت عندك. أنا عندي تحميل أعتقد فورتنايت. أوكي مثل ما تشوفون هسه المفروض ينزل هنا البرنامج. اوكي هسه تفعل مثل ما تشوفون بالزاويه اللي على اليمين العليا، تفعلت الايقونه مال برنامج مال توتش في بي ان. طبعا نقدر نضغط على الايقونه ونغير عليها، نحدد يعني مثلا نحدد مثلا الدوله او نسوي اتصال او قطع اتصال. المفروض هذه تتحول الى، طبعا هنا عندك اول سايت يعني كل الكروم، وهنا الموقع الحالي اللي تفاتحه، هذه الدول اللي نقدر نكنك عليها ونقدر نحصل في بي ان من عندها، مثلا يونايتد ستيت او دول ثانيه حسب. طبعا هذه لازم يتفعل، اعتقد عند التحميل لازم اوقفه، اعتقد عند التحميل مال، خلينا ننزل اوقف التحميل مال فورتنايت ونكمل، لانه لازم يتفعل هذا. فانت اذا ما صار عندك هيك يعني معناته الانترنت عندك ضعيف، فحاول توقف واحده من التحميلات. اوكي هسه صار بلون احمر، نضغط كونكتنج، مثل ما تشوفون صار بلون اخضر، معناته طلعت لك هذه النجوم، معناته انه كنك واشتغل بشكل تام. راح اترك لكم روابط طبعا هذه البرامج والامتدادات مباشره، حتى اذا ما تريد تدوخ وتدخل بالتفاصيل، وقبل تطلع قبل تدخل على هذه الصفحه وتحمل التطبيق اللي تريده. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، شكرا لكم، نلتقيكم فيديو جديد، تحياتي لكم ومع السلامه.